لكن انت اخدت بالك من حاجة؟ في نغمة كده لتحميل الحكومة وحدها مسؤولية الفشل. يعني هو يعني اطلقوا هؤلاء على، مش عايز اقول هؤلاء مين، انما مش عايز اقول الوصف، انما اطلقوهم على الحكومة، لدرجة ان احنا لقينا احمد موسى ضبط متلبسا وهو يهاجم الحكومة. ايه ده يا ابو حميد؟ ده نسمع المعارض الاعلامي احمد موسى. ما في مواطن تاني في 100 مليون لا يتحدث عن الاسعار، السعر في المكان الفلاني حاجة والمكان اللي جنبه حاجة تانية، محل البقالة اللي في الشارع الفلاني بحاجة والمحل اللي في الشارع الوراه بحاجة تانية، السوق الفلاني في السعر هنا حاجة والسوق التاني اللي بعده بحاجة تانية. الحكومة متحرمش حد، الحكومة لازم دورها المواطن، الحكومة لازم دورها الأسعار، الحكومة لازم دورها ضبط أداء السوق. ده دور الحكومة، ده دور المحافظين، ده دور الجهات الرقابية. ما شاء الله يا أحمد، إيه ده؟ فين يا أحمد بقى أصبره؟ فين هتلاقوا مرجان فين الحاجات دي يا أحمد؟ في ناس في نفس الوقت ده الحقيقة بدأت أحزاب موالية للسيسي تطالب بتغيير الحكومة شخصيا عشان بس يهدوا الشارع شوية. أدي الخبر أهو، أوساط مصرية موالية تطالب بتعديل حكومي يشمل مدبولي. لا سوري لا ما تضحكوش علينا بالقصة دي، احنا عارفينها. حكومة ايه دول؟ كلهم سكرتارية بما فيهم ده مصمم مدبولي، بيبقى قاعد ضامن رجله قدام السيسي وقاعد خايف يعرق، يعني لو قام هيبل الكرسي. هنمثل؟ ما احنا عارفين ان كلهم ولا حاجة، يعني كله شغال للسيسي سكرتارية، وان اللي عايز يتغير هو السيسي اللي غرق البلد في الديون والفقر والاسعار وغيره. ده الحقيقة، ده حتى شريكه في الدم حازم بيه الببلاوي، شريكه في الدم والتعذيب والدناءة، طلع يقول الدولة بتغرق بسبب الديون. اهو اسمع، هو لا شك ان زيادة الديون عبء خطير، وانه قدر الامكان الدولة العاقلة تحاول انها تضع المديونية الخارجية في اطار معقول، والزيادة في الديون الخارجية عبء على البلد، ليس فقط على الجيل الحالي وانما على الاجيال القادمة. ينبغي الدولة لا تلجأ الى الاقتراض من الاخرين الا في الحدود المعقولة التي تستطيع ان تدافع عنها وتسددها بشكل لا يتنافى مع الاخراق الشديد في اي سياسة غير واقعية. تم تقول الكلمتين دول للسيسي اللي هو جابك رئيس وزراء واللي فضيته رابعة سوا وخربتوها، قولها للسيسي اللي خربها وبقاش فيه دولار في البلد.